بمناسبة تعيين المونسنيور غازي الخوري كاهنا جديدا للرعية المارونية في الأردن، ترأس سيادة المطران موسى الحاج رئيس أساقفة الموارنة في حيفا والأراضي المقدسة، وبمعاونة الأب سامر زكنون القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة مار شربل في عمان، بحضور السفير البابوي في العراق والأردن ألبرتو أورتيغا مارتن والسفيرة تريسي شمعون سفيرة لبنان في الأردن وعدد من الكهنة وجمع كبير من المؤمنين. وفي عظة القداس شكر المطران موسى الحاج المونسنيور نبيه الترس على جهوده الرعوية خلال السنوات السابقة، وتمنى للكاهن الجديد التوفيق في مهمته الرعوية. وبعد نهاية القداس الإلهي قدم الحاضرون التهاني للمونسنيور الخوري داعين له بأن يكون الله النور الدائم في طريقه. أنا كمطران الأرض المقدسة يلي بتنقل بين فلسطين وبين الأرض المقدسة وبين الأردن، دائما منطل على أبنائنا هون لحتى نسمعهم ولحتى كمان نلبي حاجات الرعوية المطلوبة، والوقت ذاته بنستفيد من حضورهم من محبتهم من قلبهم الطيب من نواياهم الصادقة يلي بيعبروا فيها عن محبتهم لإلنا بقلب عمان. وكلني سيادة المطران موسى الحاج برعاية رعية مار شربل عمان بحضور السفير البابوي والسفيرة تريسي شمعون، لأنه هن إخوة وحضور الكنيسة معنا، فإن شاء الله نضل بحماية الكنيسة لخير النفوس.